الموضوع هذا. إشي بسموه البار أوفست، مثلاً العمود اللي عندك كان متر وصفه فوق 60، أنا قررت إني أخفضه مثلاً توفيراً للمساحة، أسباب كثيرة. أول إشي التخفيض لازم يتم خلال سماكة البيم أو خلال سماكة السقف، يعني أنا ما بصير أطلع وأجي هون أميل السيخ فوق، لا، الإنكلينيشن لازم يحصل خلال سماكة البيم أو البلاطة. هذا الإنكلينيشن إله ميول أقصى حد أقصى، طبعاً أنا هون بعمل سبوت لايت على الاشتراطات المهمة واللي مش كثير بيتكلموا فيها. هذا إله ميول 1/6. الكود الأمريكي ما ترك هذا الموضوع. هسه طبعاً لو أنا عندي عمود، أنا هون بضغط على العمود، السيخ هذا عليه الضغط وهذا عليه الضغط، متخيلين أنتوا الذراع هذا المائل شو حيحصل فيه؟ حيحصل فيه تنشن باتجاه الخارج. ففي عندي شرط هون في الكود الأمريكي بحكي لك، لما يكون في عندك أوفست بهذا الشكل، أوفست أقصى 1/6 ميول، يعني ما بصير أنا أعمل أوفست كثير كبير، معي أنا سلوب معين أقصى 1/6، لازم أضيف حديد هون كانات، شايفين الكانات هاي الاسترابس، لازم أضيف بحيث إنها تقاوم 1.5 التنشن اللي ممكن يتشكل هون. طيب إحنا مشان نشوف الحكي الصحي هذا اللي مش مفهوم، أنا هون عندي مثال، عندي عمود فيه 4 أسياخ حديد، أنا هون مثلا العمود كان قطاعه تحت 60 وقررت أعمله 20، ففي عندي أنا ميول في السيخ. فأنا إجيت حسبت، لو أنا هون عندي كومبريشن وهون عندي كومبريشن، فالسيخ هون بيحاول يفتح للخارج، ففي عندي تنشن، أنا هون حسبت التنشن طلعت 67 كيلو نيوتن. طبعا التنشن عادي سهل، أنا أخذت أقصى سلوب مضروبا في اليد مضروبا في سيخين حديد، لأنه في عندي سيخين على هذا الجهة، مضروبا في مساحة القطاع، أعطاني 67. الكود بيحكي لك أضرب هاي القيمة بواحد ونص، ضربها في 1.5، القيمة اللي نتجت اللي هي 101 كيلو نيوتن، هاي القيمة لازم أضيف كانات، شايفين الثلاث كانات اللي جنب بعض، هذول كانات إضافية، انساك من الحسابات، انت ركز على الفكرة، أنا هون ضفت كانات إضافية لتقاوم للتنشن اللي ممكن يتسبب في هذا البارس، وما يسبب إنها يحصل فيها باكلينج أو إنه الأسياخ هاي تفتح باتجاه الخارج، يعني أنا كأني بحاول عند المنطقة هاي أضم العمود للداخل. فهي برضو جماعة التنفيذ ركزوا على هاي الأمور في الموقع. طيب ممكن تتعرض في مشروعك إنه يحصل يكون في عندك مثلاً زي هذا، شايفين هذا الفريم، هذا الفريم فيه عمودين والعمودين شايلين مثلاً بيم أو بلاطة، هذول العمودين فعلياً بتعرضوا لشد، يعني لو أنا في عندي لود على هاي البلاطة، طبعاً هاي عادة في الصالات اللي فيها ستيجز للسينما مثلاً أو اللي فيها بروجيكترز، فبتلاقي عادة بيتم وضع بلاطة اللي ستيج شو بيتم وضع عليها البروجيكتر، وهذا البروجيكتر له وزن طبعا وبكون في لايف لود الى اخره، هذا الشيء بيسبب شد في هاي الاعمده. بهاي الحاله لما انت بدك تصمم عمودك على الشد، اهمل الخرسانه كليا، يعني التي التيميت اللي هون هي موزع فقط على 4 اسياخ فقط، لا تغلب حالك. بس المهم مش هون، المهم انه لازم يكون القطاع اللي عندك سيمتريك. ليش؟ لو انا مثلا هون اجيت ضفت سيخ هون، يعني صفة عندي جهة فيها سيخين 2 بارز وجهة فيها 3 بارز، بهاي الحالة الشد اللي موجود هون صار انسيمتريك. الانسيمتريك هذا حيولد لك عزوم إضافية انت مش ماخذها بعين الاعتبار. فدائما لما الفكرة بهاي الموضوع وهذا السلايد، انه لو كان عندك عمود عليه تنشن، خلي الأسياخ موزعة سيمتريك على محيط العمود.